للمرة الأولى تحتضن مدينة سيئون بمحافظة حضرموت وعلى مدى 4 أيام أعمال مؤتمر التعليم الطبي، والذي يركز على أهمية التعليم الطبي وأنواعه عبر جملة من البرامج والنقاشات من قبل استشاريين من مجموعة أصدقاء الصحة باليمن المقيمين في بريطانيا. للزيارة الغرض منها أولا تقييمي لمستوى الكادر الصحي والخدمات الصحية في سيئون ووادي حضرموت. الغرض الثاني منها هو تدريب الدكاترة والطاقم الطبي هنا على فنون التعليم الطبي. يأتي هذا المؤتمر كإضافة نوعية للحقل الطبي في المحافظة، حيث يشارك فيه 50 طبيبا وطبيبة من المختصين، والذي بدوره سينعكس على الأداء الأكاديمي للطاقم التعليمي لكلية الطب التابعة لجامعة سيئون التي افتتحت منذ أشهر قليلة. المشاركة في هذه المؤتمرات أو في هذه ورش العمل عطتنا احنا دافع، وعطتنا احنا فكرة ان احنا كيف نفكر، كيف نطور من حياتنا، كيف نطور من شغلنا، في التعامل مع الناس، في التعامل مع المرضى، في التعامل مع في كيف نحن ندير شؤوننا. مصفوفة من المخرجات جاء بها المؤتمر الطبي، أبرزها تقييم الواقع الصحي في المحافظة وتدريب الأطباء على طرق التعليم الطبي، بالإضافة إلى اكتساب مهارات جديدة وما يترتب عليه من إجراءات تسهم في الرقي بالمستوى الصحي من خلال القدرة على تدريب وتأهيل طلبة الطب بجامعة سيئون والمعاهد الصحية. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون حضرموت.